سمو الامير الخادمه اللي اسمها ارحمني يا سمو الامير والله العظيم ما عارف 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 ما تبكيش انا خلاص لقيت الساعه كانت مع اخويا الامير رشيد ورجعها لي تاني واضح اني رعبتك وظلمتك يا نادية خدمتك نادية ان شاء الله يخليك يا رب ربنا يفتح عليك سمو الامير نادية اسمك جميل خلاص يا خيرت انا عاوز ارد لنادية اعتبارها بس بهدية بسيطة استناها بره حاضر حاضر فخمتك استنى انت يا نادية استنى امير رشيد تصبح على خير مش قبل ما اعرف جولة الخير مع الأميرة مينا هتكون امتى؟ 10 صباحا أحلام سعيدة. مالك؟ بتترعشي كده ليه؟ أصلي خفت يا جنب فخامة سموها ليه طيب. عند الأميرة؟ ممكن تهدي؟ أنا عارف إنك ما سرقتيش الساعة. لأنها كانت طول الوقت معايا. بس من ساعة ما فتحت عينيا وشفتك وانا ما قدرتش انساكي فافتعلت كل الحكاية دي عشان اقدر اشوفك مرة تانية انا يا جنب فخامة سمو ولي العهد الامير انت هتفضلي كل مرة تقولي الجملة الطويلة دي بقى ولا ايه انت خايفة مني ايديكي متجرحة كده ليه؟ انتي مريضة؟ يدي كسوف لا ده من الشغل يا جنب فخامة سمو ولي العهد الأمير توفيق قولي لي يا توفيق ده أمر من جنب فخامة سمو ولي العهد الأمير زي ما بتقولي يلا قوليها عارفة عينيكي بريئة وشك طيب تفكريني بوالدتي كانت طيبة وبسيطة زيك تماما نادية مالك سلخ انه بتقفل باب العنبر كمان خمس دقايق لازم ارجع اخليها تفتحه لك انا ولي العهد يا نادية ولا انتي عايزة ولي العهد يزعل منك أنا لازم أرجع شمشيرجي خيرت فخامتك رجع نادية العنبر الخدم واحرص إنك تزر برقتها